عقدت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامعة اليوم اجتماعاً لاستكمال الهيكل القيادي للمؤتمر. وفي الاجتماع أعلنت الهيئة العليا عن الهيكل القيادي برئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش. وجاء الاجتماع بعد أشهر من المشاورات مع الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية. وقد نتج عن تلك المشاورات التوصل إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات المأربيين. وعقدنا كثيرا من المشاورات مع كل الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشايخ والشخصيات الاجتماعية، والتي نتج عنها من خلال هذه المشاورات واللقاءات التوصل إلى صيغة توافقية تلبي طموحاتهم وتطلبات المأربيون في ظل مرحلة بالغة التعقيد والصعوبات، وتحتم علينا كمأربيون التكاتف والتلاحم بما يمكننا من مواجهة كل التحديات، والتي أولى هذه التحديات الانقلاب على كل الثوابت الوطنية من قبل عصابات الحوثي الإجرامية، والتي دفعت مأرب وساكنيها وأحرار اليمن المرابطين داخل هذه المحافظة آلاف الشهداء والجرحى، وكانت من نتائجها الحرب الغاشمة على مأرب التي أكتوى بنارها كل أبناء مأرب وساكنيها وأبناء اليمن عموماً. يقف المأربيون اليوم بعد هذه التضحيات والجهود الكبيرة التي بذلت الأظهار مأرب بما يليق بها وتطلعات أبنائها لمستقبل يحقق لهم مكانه بوضعهم الصحيح في المكان الصحيح. لن نقبل أن تهمش مأرب كما همشت سابقا، فمأرب هي القلب النابض. ووفق بيان المؤتمر الختامي، فقد أسفر المؤتمر عن تشكيل الرئاسة وأمانة المؤتمر العامة ولجنة الرقابة والتفتيش، حيث تولى قيادة مؤتمر مأرب الجامع للدورة الأولى الشيخ عبد الحق القبلي نمران ونوابه، كلا من الشيخ أحمد الباشا زبع والشيخ محمد محسن الطويل بن حزام والشيخ حمد صالح فرحان بن جلال والشيخ محمد علي العمري. ولا ذلكم كلنا رؤساء، ولا ذلكم كلنا أمناء، ولا ذلكم لو الموضوع باستوعبنا جميعا وضعنا كلنا أمنا ورؤساء، ما بيكون إلا واحد. ما حاجة للزحمات ولا حاجة للدوي، وعلمنا وسلامتكم والله يعين اللي ما يمسك الآن حتى يخرجها إلى بر الأمان. التوفيق، نسأل الله أن يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. وانتوا عارفين محمد العمري والله لا يهمه مصلحه ولا تعودناها ولا اشنابها ولا في مستنقع المصالح، نحن مع ابناء المحافظه وما يوحدها، ان شاء الله يوفقنا جميعا. رئاسه المؤتمر عبد الحق عن القبلي، أحمد الباشا بن زباع، محمد محسن الطويل بن حزين، محمد صالح فرحان بن جلال، محمد علي العمري. ولا تعذروني فأنا مقدم استقالتي فليقدم واحد منكم والله لا أباها. قسما بالله ان ما هي لي في نفس ولا انا اهلا لها، ما انا اهلا لها. ثاني الامانه العامه عبد الكريم احمد محسن حيدر، محمد علي بن علي القردعي، ناصر بن ناصر كعلان، أسامة عبد الرب الشدادي. نتمنى لهم التوفيق. الأمانة مهمة، وأدوا الأمانة إلى أهلها، واخترنا الأمن القوي.